الختام عندي كلام. أغلب الناس يعلنون اقتدائهم بالإمام الحسين عليه السلام ومنهجه، ويوم أمس كانوا يعزون العالم باستشهاده، والسؤال إلى بعض السياسيين شنو تعلمتوا من الإمام الحسين عليه السلام؟ الإمام الحسين ما كان يتعامل بالنفاق السياسي، الإمام الحسين كلمة حق بوجه الظلم، الإمام الحسين ما كان يجوع أبناء شعبه، الإمام الحسين قدم نفسه أولاده وأصحابه من أجل إنصاف المظلوم، الإمام الحسين ما عاش في فيلا ضخمة وعاف الناس محتاجة، الإمام الحسين ما كان ياخذ رشوة على حساب مبادئه وقيمه، الإمام الحسين ما كان يخدع الناس من أجل مصالحه الشخصية. هذا هو الإمام الحسين الذي أصبح مخلدا وقدوة للنقاء والصدق والتضحية. أتمنى من بعض السياسيين أن يجعلون الإمام الحسين قدوة لهم في أفعالهم وليس بأقوالهم. تصبحون على وطن آمن. في أمان الله.